السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. أتمنى من الله أن تكونوا بصحة وعافية، وأهلا ومرحبا بكم في فصل دراسي جديد. سنبدأ فصلنا هذا بدرس الهجرة إلى المدينة المنورة، فلنبدأ بسم الله. أهم ما سنتعلمه من خلال درسنا الهجرة إلى المدينة المنورة: أولاً، الفرق بين السنة الهجرية والميلادية. ثانياً، ما هي أسباب الهجرة إلى المدينة المنورة؟ ثالثاً، من هم أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة؟ أبادر لأتعلم. كما ترون أمامكم على جهة اليمين التقويم الميلادي، أي أشهر السنة الميلادية، وعلى الجهة اليسرى التقويم الهجري، أي أشهر السنة الهجرية، وتتفقان في شيء واحد وهو عدد الأشهر 12 شهرا، وتختلفان في أمور كثيرة، منها أن أيام السنة تختلف، فأيام السنة الميلادية أكثر من أيام السنة الهجرية. أيام الأشهر أيضا تختلف، فمثلا التقويم الميلادي، مثلا الشهر الأول هو ثابت لا يتغير، 31 يوما لا يتغير في كل السنوات. أما إذا نظرنا إلى الشهر الأول من التقويم الهجري وهو شهر محرم، فإنه يتغير من سنة إلى أخرى، أحيانا قد يكون 29 وأحيانا يكون 30. إذن أشهر السنة الهجرية لا تقل أيامها عن 29 ولا تزيد عن 30 يوما. أما السنة الميلادية فأيام أشهرها ثابتة لا تتغير في كل سنة. أيضا التسمية وسبب التسمية، هنا التقويم الميلادي وهنا التقويم الهجري، ما سبب هذه التسمية أيضا يختلفان. أسماء الأشهر، أشهر السنة الميلادية كلنا يعرفها، أما أشهر السنة الهجرية فكثير منا لا يعرفها، سأذكرها. كما ترون: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. إذن يختلفان في أمور ويتفقان في أمور. وكما نرى في هذه الورقة، ورقة التقويم، يكون مكتوب فيها الشهر الميلادي والشهر الهجري، فكتب هنا عليها يوم الأحد 29 من شهر شعبان، وتحتها كتبت السنة الهجرية لأن شعبان من أشهر السنة الهجرية، وفي الطرف المقابل كتب 5 من يونيو الذي هو من أشهر السنة الميلادية كما تعلمون. إذن نجيب على الأسئلة التي تلي هذه الورقة. أتأمل وأجيب: ما التقويمان المشهوران المستخدمان حاليا وقد عرضناهما في الشريحة السابقة؟ تذكروا، إذن هما التقويم الميلادي والتقويم الهجري. أحسنتم. ما عدد أيام السنة الميلادية؟ قلنا أن السنة الميلادية تختلف عن السنة الهجرية، فالسنة الميلادية عدد أيامها أكثر من السنة الهجرية. إذن عدد أيام السنة الميلادية هي 365 يوما، وكل 4 سنوات تكون 366 يوما. وسبب ذلك أن الشهر الثاني من السنة الميلادية هو 28 يوما، وكل 4 سنوات يكون 29 يوما، لذلك تزداد السنة يوما واحدا فقط. أما عدد أيام السنة الهجرية فعدد أيامها
354 يوما. لماذا سميت السنة الميلادية بهذا الاسم؟ فكروا، ما هو السبب؟ لماذا سميت بالسنة الميلادية؟ أحسنتم، نسبة إلى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. إذن بدأ العد في هذا التقويم من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. أما السنة الهجرية فلماذا سميت بذلك؟ فإنه أمر سهل بالنسبة لكم. نعم، أحسنتم، نسبة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. حدث تاريخي عظيم. سأل أحمد إخوته الكبار عن سبب الإجازة الرسمية قائلا: لماذا لم نذهب إلى المدرسة اليوم؟ فأجابه راشد: اليوم يصادف رأس السنة الهجرية يا أحمد، وهذه المناسبة تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقال سيف: تعالوا نذهب إلى أبينا يحدثنا عن الهجرة النبوية. فقال راشد: إنه شيء جميل أن يحدثنا أبي عن هذا الحدث في السيرة النبوية، أريد أن أقدم كلمة غدا في الإذاعة المدرسية عن الهجرة النبوية المباركة. قال أحمد: حدثنا يا أبي عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة. فقال الأب: إن رسالة الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوبلت بالرفض من قريش، فلم يؤمن برسالته إلا القليل منهم. إذن عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم زعماء قريش إلى الإسلام رفضوا دعوته، فلم يؤمن من قريش إلا القليل منهم، فكان رفضهم للإسلام سببا في تعذيبهم لمن آمن ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية وإجبارهم على ترك دينهم. إذن رفض زعماء قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب منها حبهم للمال الذي كانوا يجمعونه من عبادة الأصنام، وحبهم للزعامة والسيادة، وخوفهم على مكانتهم جعلهم يرفضون الإسلام خوفا من أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك المكانة التي كانت عندهم. فلذلك بدأوا يعذبون المؤمنين حتى لا ينتشر الإسلام، وكي يجبروهم على ترك الإسلام والعودة إلى عبادة الأصنام. فبدأوا بإيذائهم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخوفه على صحابته وخوفه على دينهم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة قائلا: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، بعد أن عقد اتفاقا مع زعماء المدينة لاستقباله وصحابته في المدينة وحمايتهم من أذى قريش، فخرجوا مهاجرين طاعة لله وفرارا بدينهم. إذن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة إلا بعد أن التقى بزعماء المدينة وهم الأوس والخزرج، واتفق معهم على حمايته وحماية الصحابة والدفاع عنهم ضد أي خطر يتهددهم. فلما وافقوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ندافع عنك كما ندافع عن أموالنا وأولادنا ونسائنا، وعاهدوه على ذلك. حينئذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إذن كان خروج الصحابة رضي الله عنهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لأسباب منها التخلص من إيذاء كفار قريش،
أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي طاعة لله تعالى، وأيضا فرارا بدينهم، أي لكي يحافظوا على دينهم وكي لا وحتى لا يغيروا دينهم بسبب ذلك الإيذاء الذي كانوا يلاقونه من كفار قريش. فسأل راشد: متى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي؟ فقال الأب: في شهر ربيع الأول يا راشد. إذن في شهر ربيع الأول بدأت الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وشهر ربيع هو ربيع الأول هو من أشهر السنة الهجرية، وهو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: وماذا فعلت قريش يا أبي؟ ما هو موقف قريش؟ هل كانت فرحة بهجرتهم إلى المدينة حتى يخرجوا من مكة، أم كانت غاضبة؟ طبعا كانت غاضبة، وقد مر معنا في السنة الماضية درس الهجرة إلى الحبشة، وبينا فيه أن قريش كانت غاضبة عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة، وكان ذلك في السنة الخامسة للبعثة، ولذلك بعثت بهدايا ثمينة مع عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص لكي يعطوها للنجاشي ملك الحبشة حتى يوافق على رد المسلمين، وحينئذ يعذبوهم حتى يتركوا الإسلام. إذن موقف قريش معروف من خلال الهجرة السابقة، وهي الهجرة إلى الحبشة. ولكن قال الأب: حاولت قريش منعهم من الهجرة وإثارة المشاكل، وهذه المشاكل إما بسلب الأموال أو بحجز الزوجات والأطفال أو بالتهديد، لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا على استعداد لا حدود له ليفتدوا دينهم بكل ما يملكون. إذن قريش كانت تمنع المهاجرين بإحدى تلك السبل الطرق، إما بسلب الأموال، يأخذ أموال الشخص الذي سيهاجر، وهم يحبون المال كثيرا، فبظنهم أنهم إذا منعوا الإنسان أو المسلم المهاجر من أخذ أمواله معه إلى المدينة أنه سيراجع نفسه وحينئذ يترك الهجرة إلى المدينة حبا بالمال، أو بحجز الزوجات والأطفال، أي منع زوجات المهاجرين وأطفالهم من الهجرة إلى المدينة، أو بالتهديد لمن يسمع أنه سيهاجر إما بالقتل أو الإيذاء. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحون بذلك كله في سبيل الحفاظ على دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن أفكر وأعلل، أبين السبب لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا مكة وأن يهاجروا إلى المدينة المنورة؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنتم، لكي يتخلصوا من تعذيب كفار قريش لهم. إذن من أجل أن يتخلصوا من تعذيب كفار قريش ولكي يحافظوا على دينهم فرارا بدينهم، كل هذا كان سببا في ترك مكة والهجرة إلى المدينة. ثانيا، لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ليهاجر إليها؟ يعني لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة؟ لماذا لم يهاجر إلى الطائف؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة دون غيرها؟ نعم، إذن لأن الإسلام انتشر بها، أي في المدينة المنورة، وأيضا وأهلها أي الأوس والخزرج عاهدوه على حمايته، أنهم سيدافعون عنه ضد أي خطر يتهدده.
أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة. من أوائل الذين هاجروا إلى المدينة المنورة أبو سلمة رضي الله عنه، أول من هاجر إلى المدينة المنورة وزوجته. منعت قريش أم سلمة رضي الله عنها وطفلها من الهجرة مع زوجها، وأخذوا ابنها رهينة، ومضى عام قبل أن تتمكن من استرجاع ابنها واللحاق بزوجها. إذن أول من هاجر إلى المدينة المنورة هو أبو سلمة، وسلمة اسم ولد وليس بنت، فأراد أن يهاجر أبو سلمة مع زوجته وابنه سلمة، ولكن قريش منعت أم سلمة وابنها من الهجرة، فقلنا هذه من أساليب قريش في منع المهاجرين، كانت تحتجز الزوجات والأطفال. وأخذوا ابنها رهينة، أي احتجزوا ابنها كي يمنعوها من الهجرة، وظلت على هذه الحال سنة كاملة، وبعد ذلك استطاعت بطريقة أن تترك مكة وتأخذ طفلها وتهاجر إلى المدينة المنورة. أما الثاني من أوائل المهاجرين أيضا هو صهيب الرومي رضي الله عنه، الذي حينما أراد الهجرة منعته قريش من الهجرة مع ماله، فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي، ودلهم على مكانه وهاجر. سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع. إذن سيدنا صهيب رضي الله عنه كان غنيا في مكة، فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة المنورة أيضا قريش منعته بشرط واحد، أن لا يأخذ معه أمواله. لذلك كان ذلك من أسباب من أساليب قريش في منع الهجرة، وقلنا بسلب الأموال أي أخذ الأموال، فلذلك لحقوا به وأعطاهم أمواله ودلهم على مكان ماله حيث تركه في مكة وهاجر. فلما وصل إلى المدينة المنورة وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الذي قام به من ترك ماله في سبيل الحفاظ على دينه هو من الأمور الجيدة، وأن الله عز وجل سيعوضه بخير منها. لذلك قال له: ربح البيع، لأنه باع أمواله في سبيل المحافظة على دينه. ربح البيع يا صهيب، ربح البيع. وعلى جهة اليسار ترون في الخريطة مكة، ونرى باتجاه الجنوب باتجاه الحبشة، وكانت هذه الهجرة الأولى إلى، طبعا هذه الهجرة الأولى للمسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى الحبشة، وكانت في السنة الخامسة للبعثة. أما الهجرة الثانية باتجاه الأعلى باتجاه الشمال باتجاه يثرب، ويثرب هو الاسم القديم للمدينة المنورة، قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بيثرب، أما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فقد تنورت بأنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم فسميت بالمدينة المنورة. إذن هنا يذكر لي في الخريطة الهجرتان، الهجرة الأولى باتجاه الحبشة والهجرة الثانية باتجاه يثرب أي المدينة المنورة. أرجو الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. نكمل ما تبقى من درسنا في حصة قادمة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.